وينضم لنا عبر الخط الهاتفي إبراهيم زواهرة، وهو أحد المضربين عن الطعام والعاملين في اتحاد العاملين في وكالة الغوث. أخ إبراهيم صباح الخير، أهلا بك معنا. تحياتي لك. أنت من المضربين عن الطعام متواجدين اليوم في دار المعلمين برام الله، صحيح؟ كم يوم لكم مضربين عن الطعام؟ اليوم 13 يوم من الإضراب. طبعا احنا بنعرف انهم يعني منهكين وفي ممكن يكون شوي صعوبة بالكلام، لكن خلال ال 13 يوم شو اللي صار معكم وليش وصلتوا لمرحلة وخطوة الإضراب عن الطعام، وهي خطوة يعني صراحة تصعيدية وصعبة للغاية؟ للأسف الشديد يعني انقطاع الخدمات في المخيمات، انقطاع المدارس لفترة طويلة جدا، عدم تعاطي وكالة الغوث بالنسبة للمطالب، إدارة ظاهرها، طريقة التعامل التعسفية، قطع الرواتب لشهرين متتاليين في كان العاملين بأمس الحد فيها، الطريقة الهمجية اللي كانت تتعامل فيها إدارة وكالة الغوث. طبعا دخلنا في الإضراب المفتوح على الطعام حتى أشعرناهم لأننا بنعرف أنها هي مؤسسة قائمة على حقوق الإنسان، خاطبنا فيهم الجانب الإنساني حتى يعني إذا كان فيهم عقلاء شديدين فيه، لكن للأسف الشديد لغاية الآن يعني ما زالوا متعنتين في جلسات حوار أيامها، إن شاء الله نتمنى أنها توصل لنتائج. طيب في حدا من إدارة النوروا تواصل معكم؟ أنتوا رح تضلوا مستمرين لأمتى في الإضراب عن الطعام؟ لحد ما نحقق المطالب. في حد تواصل معكم من إدارة الأونروا؟ يعني تضامن تواصل لا يكاد يذكر، زارتنا نائبة الدايركتور على الجسم، ما مش بحاجة حتى تفحصنا ضغط سكري، احنا ما مش بحاجة اننا يفحصونا ضغط سكري، احنا بحاجة اننا ينهولنا الإضراب بحيث انه حقوق كلنا مطالبنا، لا سمح الله حياتنا عرض الخطأ امبارح يعني الاسبوع اللي عاد اخذناه على المستشفى في اضطراب في دقات القلب وعدم انتظام، وامبارح كان هبوط حاد في السكر في الدم، وكان كمان عدم اتزان. نعم. فاحنا مش بحاجه انهم حتى هم بيجوا يتواصلوا الانسان بعد 13 يوم، ليش بيستنوا يعني؟ خطوة الإضراب عن الطعام أخي إبراهيم عادة يقوم بها الأسرى داخل سجون الاحتلال في احتجاجهم على اعتقالهم الإداري، يعني أنتم قررتم اللجوء إلى هذه الخطوة رغم صعوبتها ورغم رمزيتها أيضا المتعارف عليها، هل هذا معناه رسالة شديدة اللهجة من قبلكم؟ يعني البعض يقول لماذا قد يلجأ أي مطالب نقابي بخطوة الإضراب عن الطعام؟ الكريمة بداية يعني احنا لما توصل يعني إدارة الطائر في الحوار في طريقة التعامل من قبل إدارة وكالة الغوث، أطفالنا مرميين في الشوارع دون مدارس لأكثر من 80 يوم، النفايات المكدسة، كل التقليصات اللي بتكون فيها إدارة وكالة الغوث يعني مش شايف أحد أمامها. للأسف الشديد وصلنا للمرحلة هاي، أنا شفنا أنها سياسة تتعامل فيها سياسة يعني سياسة خطيرة جدا، انعكست على طلابنا وعلى مخيماتنا وعلى ابنائنا وعلينا انفسنا. لان يعني احنا قبل كل حاجه احنا متضررين كثير من الشيء اللي بيصير للاسف الشديد بسبب السياسه اللي بتتعاطى فيها اداره وكاله الغوث. نعم. اذا متواصلين مستمرين باضرابكم عن الطعام حتى تحقيق المطالب. ولا رجوع. وعددكم 8 تقريبا. صحيح. في رام الله وفي القدس ايضا في الشيخ جراح. بالضبط صحيح. نعم، لن أطيل عليك الحديث، بدي أشكرك إبراهيم زواهرة أحد المضربين عن الطعام وأيضا العاملين في اتحاد العاملين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.